السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، حياكم الله من قناة سامراء ومن برنامجكم برنامج بعد المداولة. قضيتنا لهذا الأسبوع هي قضية عانى منها المجتمع الإنساني منذ القدم، لكن لم تسلط عليها الأضواء إلا في السنوات الأخيرة بعد أن أصبحت ظاهرة تعاني منها كل المجتمعات الإنسانية بما في ذلك مجتمعنا العراقي. وبسبب تفشي هذه الظاهرة بدأت الدول تسن التشريعات لمناهضة هذه الظاهرة، وبدأت تنشئ المؤسسات للتعاطي مع هذه الظاهرة وللتحقيق فيها. حتى منظمات المجتمع المدني بدأت تكرس نشاطها وجهودها لمكافحة هذه الظاهرة، وأخذت هذه المنظمات تعقد الندوات واللقاءات والاجتماعات للبحث في أسباب هذه الظاهرة وللبحث في نتائجها وللتوصل إلى حلول للحد من هذه الظاهرة. قضيتنا لهذا الأسبوع هي ظاهرة العنف الأسري، أو كما يسميه البعض العنف العائلي، أو كما يسميه البعض الآخر بالجرائم العائلية. أيا كانت التسمية مشاهدين الكرام، فالعنف الأسري أو العنف العائلي أو الجرائم العائلية ما هي إلا سلوك عدواني تمارسه الفئة الأقوى ضد الفئة الأضعف داخل العائلة في نطاق العائلة. قد يكون هنالك ثمة اختلاط ما بين قضيتنا لهذا الأسبوع وقضايا أخرى مماثلة، ومنها قضية العنف ضد المرأة أو العنف ضد الأطفال. أؤكد لحضراتكم مشاهدينا الكرام بأن هنالك صلة ما بين قضيتنا لهذا الأسبوع والقضايا اللي ذكرتها، مع ذلك تبقى لقضيتنا استقلالها ويبقى لقضيتنا كيانها الخاص. إلى المزيد من التفاصيل عن قضية هذا الأسبوع ولكن بعد هذا الفاصل. العنف الأسري يتخذ أنواع عديدة، وكل نوع من أنواع العنف الأسري يتخذ صور متعددة. أول نوع من أنواع العنف الأسري هو ما يسمى بالعنف المادي. ليش المادي؟ لأنه يترك آثار مادية ملموسة محسوسة على جسد الضحية. هذا العنف بحد ذاته يتخذ صور متعددة. أول هذه الصور هي صورة القتل. نعم، العنف الأسري قد يصل إلى حد القتل. هنالك الكثير من جرائم القتل التي عرضت قضاياها على المحاكم كان الجاني فيها والمجني عليه من أفراد ذات الأسرة. هكذا جرائم غالبا ما ترتكب بدوافع الشرف، يعني سين يقتل صاد من ذات الأسرة بدافع الدفاع عن الشرف. قد تكون الآثار المترتبة على العنف الأسري المادي أقل من إزهاق روح الضحية. قد يتمثل الضرر بالضرر الجسماني، بالأذى الجسماني، يتمثل بكدمات، برضوض، بجروح، أو حتى بعاهات مستديمة تتحقق نتيجة الاعتداء الجسماني على الضحية. وقد يتمثل الضرر البدني بأضرار دون ذلك نتيجة الاعتداء الجسماني على جسد الضحية. المهم الضرر البدني أو الضرر المادي هو ضرر مثل ما ذكرت لحضراتكم يترك آثار مادية ملموسة على جسد الضحية. وقد يتخذ العنف الأسري نوع آخر لا يترك آثار مادية على جسد الضحية،
وإنما يترك آثار نفسية خطيرة قد يسبب في تحقق عقد نفسية في نفسية الضحية، وهو ما يسمى بالعنف الحسي أو المعنوي، وعادة ما يتخذ هذا النمط أو هذا النوع من العنف صورة إطلاق عبارات السب والشتم والإهانة والتجريح بحق الضحية، لا بل وحتى وصف الضحية بصفات مزرية مهينة من شأنها أن تسبب الإحباط في نفسية الضحية. مشاهدينا الكرام، أيضا موضوع قضيتنا لهذا اليوم وهو العنف الأسري يتخذ صور أخرى، يتخذ أنواع أخرى، من بينها الحبس المنزلي. مرتكب العنف الأسري قد يمنع الضحية من الخروج من المنزل لغرض الدراسة، لغرض العمل، أو لغرض زيارة الأقارب في الأعياد، في المناسبات. هكذا نوع من أنواع العنف غالبا ما تتم ممارسته ضد النساء وضد الفتيات داخل العائلة. قد يتخذ العنف الأسري نوعا آخر وهو الطرد من المنزل. هذا الأسلوب أو هذا النوع من العنف الأسري غالبا ما تمارسه العوائل ضد أبنائها من الذكور، من الصبيان. الأب أو الأم من يوصلون إلى مرحلة يعزون فيها عن توجيه ابنهم نحو الوجهة الصحيحة، يعزون فيها عن تربية ابنهم، يلجؤون إلى هذا الأسلوب وهو أسلوب الطرد من المنزل. وأني ممكن أضيف لكم نوع آخر من أنواع العنف الأسري وهو ما يسمى بالعنف السلبي. ليش نسميه العنف السلبي؟ عندنا مشاهدين الكرام بالقانون نوعين من السلوك. عندنا السلوك الإيجابي، معناها أني أقوم بعمل، هذا نسميه بلغة القانون سلوك إيجابي، لكن من أمتنع عن عمل هذا نسميه بلغة القانون سلوك سلبي. إذن ما هو العنف السلبي؟ العنف السلبي مرتكب العنف لا يقوم بواجب يمليه عليه الشرع أو القانون أو على الأقل الأعراف الاجتماعية، كما لو ترك الأبوين ابنهم الصغير في منزل العائلة لساعات طويلة دون رعاية ودون غذاء. هذا عنف أسري بحق هذا الطفل المسكين. أو ترك المسن في العائلة، كأن يكون الجد أو الجدة أو الأب أو الأم عند وصولهم إلى مرحلة الشيخوخة، يترك المعنف أو تترك الضحية في منزل العائلة لساعات طويلة دون غذاء، دون رعاية، دون اهتمام. هذه هي باختصار حالات العنف الأسري التي من الممكن معها أن تكون لدينا قضية عنف أسري. أكيد لهذا العنف الأسري مبررات، دوافع، أسباب. فما هي دوافع هذا العنف الأسري؟ يعني ليش سين من الناس، شخص عنيف اتجاه أفراد أسرته، يرتكب أفعال العنف الأسري، بينما نجد بالمقابل شخص آخر طبيعي لا يرتكب أي من أفعال العنف الأسري اللي ذكرتها لحضراتكم؟ هذه الدوافع في الحقيقة من الممكن أن نقسمها إلى أقسام عديدة. نبدأ مع الدوافع الذاتية. الدوافع الذاتية معناها دوافع تنطلق من ذات الإنسان مرتكب العنف. هذا الإنسان هو بطبيعته إنسان عنيف. تسألوني ليش عنيف؟ لربما بسبب العوامل الوراثية، بالوراثة، بالجينات الوراثية هو إنسان عنيف، أو لربما بسبب ظروف نشأته، نشأ في أجواء أسرية عنيفة، أو لربما المسكين هو نفسه كان ضحية عنف أسري من كان طفل.
بحيث هذا العنف اللي تعرض له في مرحلة مبكرة من مراحل العمرية ولد في داخله عقد نفسية انعكست على سلوكه في مراحل متقدمة من عمره، فنشوفه بدأ يمارس شتى أنواع العنف الأسري اتجاه أفراد أسرته. هذا بالنسبة للدوافع الذاتية. الدوافع الاقتصادية، من الممكن أن تكون من بين الدوافع الرئيسية والمهمة في دفع الإنسان نحو ممارسة العنف الأسري. الدوافع الاقتصادية متمثلة بالفقر، بالبطالة، بعدم التناسب بين مدخولات الفرد وبين متطلبات المعيشة. هكذا ضغوطات اقتصادية تولد في ذات الفرد ضغوطات نفسية. هذه الضغوطات النفسية يعبر عنها هذا الفرد المضغوط اقتصاديا، يعبر عنها بسلوك عنيف اتجاه أفراد أسرته. يعني احنا دائما نعرف من اكو ضغط اكو انفجار، فالضغط هو ضغط اقتصادي ويولد ضغط نفسي مثل ما قلنا. طيب وين الانفجار؟ الانفجار هو العنف اللي مارسه اتجاه من هو أضعف في أفراد من بين أفراد الأسرة، والأضعف أكيد هم النساء والأطفال. من الممكن أن تكون الدوافع للعنف الأسري دوافع اجتماعية. ايش نعني بالدوافع الاجتماعية؟ نعني بها أعرافنا الاجتماعية، تقاليدنا وعاداتنا، بالذات في مناطق معينة، بالذات في مجتمعات معينة توجد أعراف، توجد تقاليد تملي على الرجل بأن يكون سلوكه ذات طابع عنيف، ذات طابع قاسي، وإلا ما يكون رجل. يعني هكذا أعراف، هكذا تقاليد ترفض الرجل الطيب المتسامح الكريم مع عائلته، لأنها ترى الرجل بمنظور القسوة والعنف، وإلا مثل ما ذكرت ما يكون رجال وفقا لهذه الأعراف اللي إذا تسمحوا لي ممكن أن أسميها بالأعراف الفاسدة. ولو حسب رأيي هذه التقاليد وهذه العادات نسبية تختلف ما بين مجتمع لآخر، يعني هنالك فرق ما بين المجتمع داخل المدن وما بين المجتمعات الريفية، هنالك فرق ما بين المجتمعات الأكثر ثقافة والمجتمعات الأدنى ثقافة. قد تكون الدوافع التي تدفع الإنسان إلى العنف دوافع بيئية متأتية من البيئة اللي يعيش بها الإنسان. إنسان يعيش في بيئة تعاني من الازدحامات المرورية بسبب الحواجز، بسبب السيطرات، بسبب الصبات الكونكريتية، شحت مياه، انقطاعات في الكهرباء، هذه كلها عوامل بيئية تولد شأنها شأن العوامل الاقتصادية ضغوطات نفسية داخل نفس الإنسان. ومثل ما قلت قبل شوية، كل ضغط ينتهي بانفجار، وهذا الانفجار ما هو إلا سلوك العنف اتجاه أفراد الأسرة. أيضاً من بين الدوافع التي تدفع الإنسان إلى العنف الأسري تداعيات الحروب الكارثية، أعمال العنف المسلحة. الحروب، أعمال العنف المسلحة، هذه كلها أسباب تؤدي إلى شيوع ثقافة القتل، ثقافة العنف، وبالتالي أكيد تكون لهكذا ظروف انعكاسات داخل أسرنا العراقية. هذه مشاهدي الكرام هي أهم الدوافع التي تدفع الإنسان إلى سلوك هكذا مسلك، إلى سلوك ما يسمى بالعنف الأسري. ضحايا العنف الأسري في الحقيقة هم الفئة الأضعف داخل العائلة، وقد يتصور البعض بأن الفئة الأضعف هم النساء والأطفال. نعم، أتفق مع أصحاب هذا الرأي،
يعني اللي يقول من حضراتكم بأنه ضحايا العنف الأسري هم يا أما النساء أو الأطفال، اتفق وياهم، لأن معظم قضايا العنف الأسري المعروضة على المحاكم أو التي حسمت بقرارات قضائية كانوا ضحاياها من النساء والأطفال. لكن مع ذلك من الممكن أن نجد شرائح أخرى تنضم إلى قافلة ضحايا العنف الأسري، وهم المسنين والمعاقين. بالنسبة للأطفال وبالنسبة للنساء هم أكثر الضحايا تعرضاً لجرائم العنف الأسري، باعتبارهم من أكثر الفئات ضعفاً داخل الأسرة، وأكثر الفئات جهلاً بحقوقهم المقررة من قبل الدستور أو القانون. بالنسبة للنساء قد تكون المرأة عالمة بحقوقها الدستورية، عارفة بحقوقها القانونية، لكنها تلتزم الصمت أزاء ما تتعرض له من عنف أسري. ليش تلتزم الصمت؟ الضحي، الضحي على مود أطفالها، على مود الدوم هذه الأسرة، على مود يدوم هذا الكيان العائلي، حتى وإن كانت هذه المسكينة، هذه الضحية تدفع عمرها كمقابل لاستمرار ديمومة عائلتها وكيانها العائلي. بالنسبة للمسنين مشاهدينا الكرام، كنا نعرف الإنسان من يوصل إلى مرحلة متقدمة من عمره يحتاج إلى عناية خاصة، يحتاج إلى تغذية خاصة، يحتاج إلى رعاية صحية. للأسف في بعض عوائلنا، وأتمنى أن تكون النسبة قليلة، في بعض العوائل نجد بأن هذه الفئة تتعرض إلى التهميش، لا بل أن البعض يلجؤون إلى إيداع المسنين في الدور المخصصة لرعاية المسنين، لا بل أن البعض يكتفون بطردهم من المنزل حتى ما يتكلفون توصيلهم إلى دور رعاية المسنين. وأعتقد هذا قمة في العقوق وليس قمة في العطاء. قد يكونون ضحايا العنف الأسري هم المعاقين. نعم، المعاقين، مع أنه هذه الشريحة هي شريحة تطلب المجتمع أن يرعاها، تطلب أسرتها أن ترعاها. مع ذلك نشوف أنه بعض العوائل، بعض الأسر تخجل من أن يكون من بين أبنائها أو من بين أفرادها شخص معاق، حتى أنها تتعامل مع هذا المعاق بأسلوب فيه الكثير والكثير من التهميش والتجريح. لا بل إن البعض لا يمنح هذا المعاق الرعاية المطلوبة، بما في ذلك الرعاية الصحية. بعد أن تحدثت لحضراتكم مشاهدين الكرام عن حالات العنف الأسري، عن دوافع هذا العنف وعن ضحايا هذا العنف، ننتقل ولكن بعد هذا الفاصل إلى الاطلاع على تجربة إقليم كردستان بصدد قضية العنف الأسري. بالنسبة للتأسيس لمديرية مناهضة عنف ضد الأسرة في إقليم كردستان، تأسست بسنة 2007. أول شيء شغلنا كان المتابعة على جميع الكيسات في جميع مراكز الشرطة. بعد ذلك قرر حكومة إقليم كردستان بفتح المكاتب التحقيقية لاستقبال القضايا الكيسات عنف الأسري سنة 2011. فهمين هسه عندنا ب 2015 بالنسبة للمخيمات النازحين واللاجئين مكاتب أو شعب تحقيقية، نفس الشيء مثل حالنا، حالهم حال المواطنين العراقيين موجودين داخل المحافظات. فهسه المكاتب موجودة داخل إقليم كردستان في جميع المحافظات، موجودة لاستقبال جميع القضايا العنف الأسري. بالنسبة لآليات التحقيق عندنا،
استقبال الكيسات وتحويلها، فيكون عن طريقين، إما عن طريق الاتصالات فهي المشتكية أو المشتكي يتصل بالمكاتب العنف مناهضة عنف ضد المرأة أو الأسري. فأول شيء إحنا نشكل مفرزة بأسرع وقت ممكن نقدر نوصل المشتكية أو المشتكي حتى نساعدها ونطلعها من هذا المكان اللي هي موجودة ونطلعها. أول شيء ناخذها للمستشفى إذا كانت هي مصابة، فناخذ أول شيء التقرير الطبي الأولي، وبعد ذلك نسوي لها الإسعافات الأولية، وبعد ذلك ننقلها إلى المكاتب التحقيقية. بالمكتب التحقيقي أول شيء نبدي بتهدئة أعصابها ونحكي وياها أنه هي مو وحدها وهي مو أول شخص اللي صارت وياها القضية، نحن وياها وإحنا ظهرها، وننطي الإجراءات هي اللي تقرر شنو هي تريدها، فنستقبل حكيها وشنو اللي تريدها، بعد ذلك نحن نقوم بالإجراءات اللي علينا اللازمة بفتح القضية وإحالتها إلى المحكمة. من بعد ذلك ما تروح للمحكمة القاضي التحقيق، القاضية التحقيق هي اللي تقرر كم نقول قرارات نحن نسير عليها. ف مثلا المرأة نشوفها مثلا حالتها سيئة أو سلامتها مو مؤمنة أنه ترجع لبيتها أو لبيت أهلها، عندنا الشلتر ناخذها للشلتر إلى أن تحل مشكلتها. وفي حالات مثلا المرأة ما تريد تشتكي نحلها داخل مكتب العنف الأسري. فعندنا هناك لما رحنا أخذناها للشلتر تبقى لتأمين سلامة حياتها إلى أن تحل قضيتها، وبعد ذلك نسير على القرارات المتبقية. آخر شيء لما تخلص القضية عندنا لجنة مصالحة، إنه الأوراق مثل مو مراكز الشرطة رأسا تحال إلى المحكمة الجنائية أو الجنحة. بالمديرية مناهضة العنف ضد الأسرة عندنا لجنة مصالحة، كل أوراق تحقيقية جميع الكيسات العنف الأسري تمر بهذا اللجنة المصالحة المتكونة من وزارة الداخلية، وزارة الصحة، والمحامين، ومجلس الأعلى لشؤون المرأة. هذا بالنسبة لآليات الشغل الأساسية والابتدائية. بالنسبة للإحصائية أنا مثلا هسه خلال 6 أشهر الحالات الكيسات المرأة المشتكية داخل المكاتب العنف ضد المرأة بأربيل عددهم 87 مرأة موجودة داخل الشلتر من لحد 10/5/2016، 19 منهم باقية لحد هسه المشكلة مالتهم ما محلة، البقية كلهم حلت مشكلتهم. بالنسبة للإحصائيات عندنا بالنسبة لستة أشهر 2016 عندنا القتل 3 قتل، وعندنا قتل النفس 12، عندنا الحرق 56، حرق النفس 16، وعدد الشكاوي 1281. نحلها نقارنها ويا 2015 القتل كان 12 يعني قلت ب 2016، والقتل كان 12 هم نفس الشيء هسه هم 12 يعني متوازية مثل متساوية مثل 2016. الحرق زاد 14 وحدة، وحرق النفس نقص 2 لأنه كان ب 2016 16 وحدة، ب 2015 20 وحدة. بس الشكاوي الدعاوي 1281 ب 2016، بس ب 2015 صار 1253 يعني زاد 21 كيس. هذا بالنسبة الإحصائيات مال هذا الشيء. ب 2015 الإجراءات اللي سوينا 94 متهم حكموا، وأربعة متهمين صاروا يعني محكومين بمادة 406، 10 منهم بمادة 408، 2 منهم هالمتهمين مادة 405، و10 منهم 393 و396، و14 متهم هم حكموا بمادة 7 العنف الأسري، و15 متهم حكموا بمادة 23 قانون المرور،
وأربعة متهم حكموا حسب مادة 2 موبايل، وخمسة وثلاثين متهم هسه موجودين بالمحكمة الجنح والجناية بأربيل وأطراف أربيل، هاي حكمهم متنوعة. هذا بالنسبة الستة أشهر بالنسبة للإحصائيات الموجودة داخل أقليم كردستان خاصة محافظة أربيل. بالنسبة على فكرة مشاهدينا الكرام، برلمان الإقليم سبق مجلس النواب العراقي في إصدار قانون لمناهضة هذا العنف الأسري. يعني مجلس النواب العراقي لحد الآن لم يبت في موضوع مسودة القانون اللي المفروض أن يصدر لمعالجة هذه القضية، ولو هذه النقطة إن شاء الله راح نتناولها في الفقرة الأخيرة من البرنامج حول ضرورة إصدار هكذا قانون من قبل مجلس النواب العراقي. نرجع إلى القانون الصادر في إقليم كردستان بالرقم 8 لسنة 2011 تحت مسمى قانون مناهضة العنف الأسري. هذا القانون تضمن مجموعة من المواد، أهم هذه المواد اللي استوقفتني في الحقيقة هي المادة الثانية اللي عددت مجموعة من الأفعال التي تعتبر من قبيل العنف الأسري، لكن هذا التعداد جاء في الحقيقة على سبيل المثال وليست على سبيل الحصر. فإذا تسمحوا لي حضراتكم راح أقرأ بعض هذه الأفعال التي يعتبر أيا منها سلوك يشكل جريمة عنف أسري. من بين هذه الأفعال الإكراه في الزواج، وعلى فكرة موضوع الإكراه في الزواج عالجه عندنا بالعراق قانون الأحوال الشخصية الصادر عام 1959، كذلك زواج الشغار أو تزويج الصغير، كذلك التزويج بدلا من الدية، يعني ينطون المرأة كفصل أو مثل ما نسميها إحنا العربان فصلية، الطلاق بالإكراه، أكو الزواج بالإكراه وأكو الطلاق بالإكراه. نعم، يعني من خلال عملي في مهنة المحاماة شفت الكثير من القضايا أو مرت علي الكثير من القضايا كان السبب في الطلاق هو ضغط أهل الزوج أو أهل الزوجة، الزوج يريد زوجته والزوجة تريد زوجها، مع ذلك يحدث الطلاق بناء على رغبات ذوي الزوجين. فالطلاق بالإكراه يعتبر أيضا حالة من حالات العنف الأسري. قطع صلة الأرحام أيضا حالة من حالات العنف الأسري. إكراه الزوج للزوجة على امتهان البغاء والدعارة، ولو هذه الصورة من صور العنف الأسري عالجها قانون العقوبات العراقي بالمادة 380 من القانون المذكور. من بين أنواع العنف الأسري، من بين حالاته اللي تطرق لها قانون مناهضة العنف الأسري الصادر في إقليم كردستان في العام 2008 ختان الإناث، كذلك إجبار أفراد الأسرة على ترك الوظيفة أو العمل. هذه الصورة تحدثت عنها في الفقرة السابقة من تحدثت عن حالة أو عن صورة العنف السلبي، العنف السلبي، وكذلك عن حالة الحبس المنزلي من تمنع الفتاة أو تمنع المرأة من الخروج من المنزل لغرض ممارسة وظيفتها أو عملها أو لغرض الدراسة، كذلك إجبار الأطفال على ترك الدراسة وعلى التسول، صورة من صور العنف الأسري، الانتحار أثر العنف الأسري. أي الأخت الضابطة ذكرت قبل قليل بأن هنالك الكثير من حالات الانتحار اللي تحققت بسبب الضغوطات العائلية. طبعا عندنا اتصال ناخذه ونكمل فقرتنا. تفضل من وياي.
الظاهر انقطع الاتصال، مو مشكلة، نستقبل اتصالاتكم أعزائي المشاهدين على الأرقام اللي تظهر عندكم على الشاشة. نواصل ما توقفنا عنده قبل لحظات، حيث كنت أتحدث لحضراتكم عن صور أو حالات العنف الأسري اللي ذكرتها المادة الثانية من قانون مناهضة العنف الأسري الصادر في إقليم كردستان، وهي حالة الإجهاض أثر العنف الأسري، ضرب أفراد الأسرة أو الأطفال بأي حجة، الإهانة والسب والشتم وإبداء النظرة الدونية والإيذاء، وكذلك حالات وحالات أخرى. وأرجع أكرر، هذه الحالات عددتها المادة الثانية على سبيل المثال وليست على سبيل الحصر، يعني الحالات اللي ذكرتها لحضراتكم لا تمثل كل حالات العنف الأسري، وإنما هذا اللفظ، هذا المصطلح قد يضم حالات وحالات كثيرة لم تتناولها هذه المادة. ما عجبني أيضا في هذا القانون نص أحد مواده على أن إجراءات التحقيق والمحاكمة في قضايا العنف الأسري تكون سرية. ليش سرية؟ للحفاظ على سمعة العائلة، للحفاظ على كيان العائلة. هذه قضايا ذات طبيعة خاصة، هي ليست بالقضايا العادية كي تكون إجراءات التحقيق أو حتى إجراءات المحاكمة فيها علنية. كذلك ما استوقفني في هذا القانون المادة التي أعطت الصلاحية للمحكمة الناظرة في قضية من قضايا العنف الأسري إصدار ما يسمى بأمر الحماية. ما هو أمر الحماية؟ هذا إجراء مؤقت تصدر المحكمة لحماية الضحية من زيادة الأضرار اللي ممكن أن تتعرض لها نتيجة العنف الأسري، حيث يتضمن أمر الحماية هذا أخذ تعهد من مرتكب الفعل بأن لا يتعرض مرة أخرى للضحية، ويتضمن كذلك منع من الدخول إلى منزل العائلة لفترة تحدد في أمر الحماية. كذلك يتم نقل الضحية إلى أقرب مستشفى أو مركز صحي لتلقي العلاج. هذا الأمر إذا تم انتهاكه من قبل الشخص المشكو منه فإنه يتعرض لجزاء غرامة لا تقل عن 300,000 دينار عراقي، هذا بالإضافة إلى عقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز 48 ساعة. في العراق الفدرالي مشاهدين الكرام، ومثل ما ذكرت لحضراتكم، ما عندنا قانون لمناهضة قضية هذا الأسبوع، لمناهضة قضية العنف الأسري، ولكن استحدثت في وزارة الداخلية مديرية عامة تحمل مسمى مديرية حماية الأسرة والطفل من العنف الأسري. هذه المديرية في الحقيقة تضم المقر و16 قسم، 16 قسم، قسمين في بغداد، واحد بالكرخ والثاني بالرصافة، والبقية متوزعة على المحافظات العراقية. هذه الأقسام في الحقيقة لها مباني خاصة مستقلة عن مباني مراكز الشرطة، لا بل بعيدة عن مراكز الشرطة. الضباط العاملين فيها لا يرتدون الملابس العسكرية وإنما يرتدون الملابس المدنية. الضباط والمنتسبين العاملين في أقسام هذه المديرية من حملة شهادات القانون وعلم الاجتماع وعلم النفس و كافة الاختصاصات ذات الصلة بقضايا العنف الأسري. لربما البعض يسأل، يعني ليش مبانيها بعيدة عن مراكز الشرطة؟ ليش الضباط ما يلبسون ملابس عسكرية؟ كل هذه المسائل
تبعث الطمأنينة في نفس المشتكي أو المشتكية عندما يفكر الالتجاء إلى هذه الأقسام لتقديم شكوى. يعني المرأة العراقية تبقى بطبيعتها خجولة، يمكن تتردد حتى لو تعرضت لأي نوع من أنواع العنف، تتردد في أن تراجع مركز شرطة أو مقر عسكري بصدد تقديم شكواها. لكن من يكون هذا القسم أقرب للدائرة المدنية، تروح تشوف بأنه الموجودين في هذا القسم لابسين ملابس مدنية، البناية بعيدة ومستقلة عن مركز الشرطة، حتى بالنسبة للضباط اللي يتعاملون وياها ضباط نساء، لأن في هذه الأقسام أكو ضباط من الجنسين. فإذا كان المشتكي ذكر فاللي يتعامل وياه ضابط من جنسه، وإذا كانت المشتكية أنثى يعني امرية أو فتاة، فالضابطة اللي راح تتعامل وياها أيضا تكون من جنسها. كل هذه الأمور أعتقد تتفقون وياي تبعث الطمأنينة في نفس المشتكي. مع ذلك احنا نفرح بهذه الخطوة المتمثلة باستحداث هكذا مديرية عامة وهكذا أقسام في العراق، لكننا نطمح بأن يقوم مجلس النواب العراقي بإصدار قانون لمناهضة العنف الأسري أسوة بالقانون الصادر في إقليم كردستان. نأخذ فاصل ونرجع. مثل ما ذكرت لحضراتكم هنالك مسودة معروضة على مجلس النواب العراقي منذ فترة، حسب علمي ليست بالقليلة، لكن ما أعرف شنو الأسباب اللي خلت مجلس النواب العراقي لحد الآن لم يحسم موضوع إصدار هذا القانون، مع أنه مجتمعنا العراقي وفي مثل هذه الظروف الاقتصادية والاجتماعية وحتى العسكرية القاسية بأمس الحاجة لإصدار هكذا قانون. مع ذلك توجد في القوانين العراقية نصوص عديدة تحمي المرأة وتحمي الطفل وتحمي الأسرة العراقية من أشكال العنف الأسري، ولكنها نصوص متناثرة ما بين قانون الأحوال الشخصية، ما بين قانون العقوبات، ما بين قانون رعاية الأحداث، ولربما قوانين أخرى. فمثلا الزواج بالإكراه، هذه الصورة من صور العنف الأسري، عالجها قانون الأحوال الشخصية. كذلك حالة الزواج خارج المحكمة، أيضا هذه الصورة من صور العنف الأسري، عالجها قانون الأحوال الشخصية. قبل شوية من عددت صور العنف الأسري المذكورة بنص المادة الثانية من قانون مناهضة العنف الأسري في إقليم كردستان، ذكرت لحضراتكم حالة من يجبر زوجته على ممارسة البغاء وامتهان الدعارة. هذا السلوك المشين جرمه قانون العقوبات العراقي بالمادة 380، لكن مع ذلك أنا عندي انتقاد بصدد هذا النص. ليش؟ هذا النص ما يجرم سلوك الزوج إلا إذا الزوجة مارست البغاء أو امتهنت الدعارة بناء على هذا التحريض. يعني إذا المسألة وقفت عند حد التحريض ماكو جريمة، والمسكينة هذه الزوجة الضحية ما تقدر أن تلجأ إلى الجهات القضائية، إلى الجهات التحقيقية للشكوى من زوجها. ليش؟ لأن فعل البغاء أو ممارسة مهنة الدعارة لم تتم بناء على هذا التحريض. لذا قصور نجدها في نصوص
قانونية أخرى باتت عاجزة عن حماية الأسرة، عن حماية النساء، عن حماية الأطفال من تجاوزات واعتداءات العنف الأسري. من الممكن أن نتحدث عنها بالتفصيل، ولكن في حلقات قادمة إن شاء الله نخصصها للبحث في قضية العنف ضد المرأة تحديدا، وللبحث في قضية العنف ضد الأطفال، لأن مثل ما ذكرت في بداية الحلقة قضية العنف الأسري هي قضية لها كيانها المستقل وخصوصيتها اللي تستقل بي عن قضية العنف ضد المرأة والعنف ضد الأطفال. الأخت الضابطة اللي تحدثت قبل قليل بالتقرير ذكرت أرقام تمثل إحصائيات عن جرائم العنف الأسري المرتكبة للأعوام 2015 واعتقد 2014. أنا أمامي أيضا إحصائية ولكنها لا تخص إقليم كردستان فقط، وإنما إحصائية تشمل العراق ككل، وهي إحصائية للعام 2014. هذه الإحصائية اللي قدامي تقول بأنه حالات اعتداء الزوج على زوجته تمثل 54% من حالات العنف الأسري، يعني قمة أنواع الاعتداءات الأسرية أو العنف الأسري هي حالات اعتداء الزوج على زوجته في القمة من حيث الرقم. كذلك حالات اعتداء الزوجة على الزوج تشكل نسبة تكاد أن تكون ضئيلة أو نادرة، النسبة عندنا 7%. نسبة الاعتداء ما بين الإخوان والأخوات تمثل 5%، اعتداء الأبناء على الأب والأم 6%، اعتداء الأب والأم على الأبناء 12%، وحالات أخرى تمثل نسبة 16%. أعتقد بعد كل ما سمعناه وكل ما تحدثنا حوله، اعتقد كلنا متفقين على انه العنف الاسري اصبح ظاهره تهدد مجتمعاتنا بما في ذلك مجتمعنا العراقي، وندعو مره اخرى مجلس النواب العراقي الى الاسراع في اصدار هذا القانون. مشاهدينا الكرام، أشكر حسن إصغائكم وألتقيكم إن شاء الله الأسبوع القادم وفي نفس الموعد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.